السلام عليكم. هنا معكم عبد الله الرسام المغربي من نيويورك. كان هذه الدروس لجميع الناس اليوم في الأزمة ديال كورونا، واليوم محصورين في المنازل ديالهم، وبالأخص الأطفال والشباب. أنا كان هذه الدروس باش يتابعوني، باش يشوفوا كيفاش كنرسم ويتابعوا يعني بشوية في البداية. أنا كنمشي بسرعة لكن بس، ولكن يتابعوني شوية في البداية، خصتكم شوية. شوفوا هاد الصباط هذا أو السبلبيلة كاش رسمتها من البداية، مني كنبدأ تبدأوا نتوما حتى النهاية، ما فيها بس إلى رسمتو بديتو كتنقطو بحال هكا اللي كندير، ما فيها بس ماشي مشكل. يعني هذا حسن الاختيار، يمكن لي رسم بدون ما نحبس، ولكن انا كي بعض الخلط كنحبس، لان الاخص بي كنبغي نوري الناس كيفاش كنرسم، خاصني نحبس ونوقف هنا ونوقف هنا ونوقف هنا. وثاني ملي كنرسم بالموسيقى كنحبس وكنوقف وكنحبس ونوقف. بعض الناس تيقول لك علاش انا يعني خاصني ندير الخط واحد ما نوقف حتى الاخر. اي نقدر ندير، عندي هذاك الشكل ديال الرسم الاخر، هذاك الشكل ديال الرسم الاخر. يعني الرسم فيه اشكال، ما فيش غير واحد النوع الرسم، كل واحد كيفاش كيرسم وكل واحد كيفاش كيختار الشكل ديالو، الطريقه ديال الرسم كيختلف. يعني راه عده حوايج اللي يمكن لك، مثلا ها هو الصباط رسمته قوي، دابا كنرسم في الرجل. يعني رسم تبدا في البدايه رسم الصباط او السبرديله خاويه، وفي الاخر ها انت يمكن لك ترسم فيها الرجل، ها كيفاش دير الرجل، هذه يعني سهلة. هاد بشوية بشوية هاد البداية هادي يمكن لك تنتقل وتكرر، تبقى تعاود، تبقى دير تكرار. اللي درتي اليوم ديرو غدا، اللي درتي اليوم ديرو غدا، حتى تقن الرسم ديالك. هنا غادي نرسم ثور، ثور غاضب باغي يركل. ها انتوما تبعوا معايا، ها انتوما شوفوا هاد الثور هذا. يعني كاف الامكان ديالي باش ما ندير خط واحد، ولكن لا كنوقف، لان علاش كنبغي نوري الناس كيفاش كنرسم. هي الطريقه، ها هو التصور، ها هو كما شاهدتم. غادي نرسم دابا رسم بيجي، المراه ديال المرحومه كنرسمها، كتلعب الجيتار. ها هي غنرسمها، تابعوا معايا. يمكن لكم تبقاو ترسموا الحذاء حتى تقلوا الحذاء، وعاد دوزوا للثور او دوزوا للبيجي، فهمتوا؟ ما يمكنش يعني ما يحتاج تحاولوا تقلدوني انا، لا غير تعلموا كيفاش ترسموا، هذا هو المهم. انا هي بيجي الله يرحمها كتلعب الجيتار، ها هي كتلعب الجيتار. يعني بيجي رسمتها بزاف كثير. هاد السوبجيكت ديال الصوره ديال بيجي يلاه بديت كنديرها ملي توفات، اللي كتلعب الجيتار. ايا نديرها المره الثانيه ثاني عاود، ايا كما كتشاهدوا. انا كنمشي بزربه، ولكن نتوما ما مرغومش عليكم. الناس اللي كيبداو سيروا شويه. وزيدون ما تنساوش بان ما كنرسمش انا بالقلم بلابيس، راه ماشي لابيس هذا، انا ما كنمحيش. انا اللي ننصحكم الا كان في الاستطاعه ديالكم ما ترسموش بلابيس، ولكن الا بغيتو ترسموا بلابيس عندكم الثقه، سيروا على هذيك الطريقه حتى تعلموا، وحيدوا لابيس وبداو ترسموا بستيلو. انا كنرسم بستيلو، انا كنرسم بستيلو، انا عندي الثقه التامه. انا ستيلو علمني الثقه في النفس. انا لابيس داكشي ديال المحيان ومسحان ما كنحملوش، ما كنديروش، ما كنبغيش نديرو. فوالا، كنتم مع عبد الله الرسام، عبد الله خديم من نيويورك، كنهدي عليكم كلكم، وفي هذه الازمه ديال كورونا، وحافظوا على رزقكم. مع السلامه ان شاء الله.